صباح الخير. هلا عندي الساعة 6:30، تقريبا 46 دقيقة صارت. رح ساوي مامونية. بالعادة دائما دائما هي الأكلة وقت بنعملها بتساويها هيك الصبح بكير قبل ما يروحوا على المدرسة، بياكلوا منها. جوزي هيك بيحب المامونية على بكير كتير. فأنا شو سويت قبل ما أنام؟ حضرت الشغلات، هي كتير بسيطة بس قلت بحضرهم أحسن. هون عندي علبة القشطة والسمنة والجبنة وهي السميد كمان، كل شي حضرت. حتى هون في مي وسكر، حتى 3 كاسات مي وكاسة ونص سكر. شغل الضو، لسه الضو ما طلع. عم ساوي مامونية، تخيلوا. تعالوا شوفوا كيف سليل، لسه الضو ما طلع. خلينا نبلش. هلا هون عندي 3/4 الكاسة سميد، يكون خشين او وسط. نستنى. الغاز لحطيت على نار شمعة كتير واطية، هلا هون بعد ما تركتها تغلي على نار هادية شوي، بعدين طفيت تحتها وبتركها هيك 10 دقايق. هلا هون طفيت تحتها 10 دقايق هيك لحالها مغطاي، 10 دقايق او ربع ساعة لبين ما تفتح حبة السميد، وهيك بتكون صارت جاهزة. شوفوا كيف صارت قوامها ولونها والريحة. هلا هون بالاخير هيك على الوش بحط سمن عربي هيك على وشها، والقشطة كمان هي عندي اياها بالفريزر كانت، ورشة القرفة اللي لا غنى عنها. يعني بصراحة هي اللي بتجيب نكهة المامونية. مامونية بدون قرفة ابدا مو طيبة. هلا هون جوزي رجع زادها هيك معلقة سمن عربي. هون الولاد خلصوا لبس وفاقوا وقعدوا على الطاولة وعم يستنوا. شو حاجة؟ ليه؟ تزيين الساعة 7:30. يلا هلا هون بلشوا نق وبلشوا يتأخروا على المدرسة، وأنا راسي وألف سيف إلا بدي زين المامونية على كيفي. ولسه لو يعرفوا بدي ضل ساعة أخذ لها بين فيديو وبين كم صورة وصور فيها. وأنا يلا على رش فستق ورش جوز والقرفة. يعني هي احلى مرحله اصلا بالمامونيه. شوفوا شكلها صارت بتشهي عن جد. هذا الصحن بينهدى لملوك، بالاخص هيك على الفطور معروفه يعني الحلبيه. هلا انا مو حلبيه بس انه انا عايشه وربيانه وولدانه وخلقانه كل شيء بحلب. معروفه هي العادات انه على الفطور المامونيه بتكون هي على راس القائمه من الفطور، بالاخص مع القشطه والجبنه. عن جد يعني اطيب فطور هو بيكون المامونيه الصبح. هلا بنجي لتحضير الغداء. اليوم الغداء رح ساوي مسقعات البندورة. ما بعرف اذا بتعملوها انتو ولا لا، بس هي اكل كتير طيبة. وشوفوا هاي البندورة بلدية من الصيف وقتها انا اللي مونتها. عن جد المونة طلعت غير شكل المونة بالبيت. الحمد لله انا كل سنة بحاول مون على قد ما بقدر، بس هي اول سنة بمون هدول القطارميز الضغط. وهي الفاصولية بزيت، قلت بس بدي ورجيكم اياها شكلها كأنه هلأ. يعني حتى فتحنا علبة أمس كأنه هلأ طابختها، فاصولية بزيت ولسه على أطيب طالعة.
عن جد التموين بهدول بعلب الضغط كتير كتير عجبوني، بالأخص إنه يعني مثلا بسوريا ما عندكم كهرباء تقدروا تمونوا كل شي بيخطر على بالكم بترميز الضغط. هلأ رح سوي المساءات البندورة، فعندي أنا بندورة مفرومة فرمتها وقتها وحطيتها رشة ملح وبكياس وحطيتها بالفريزر، طلعت هلأ كيس منها، ورح استعمل كمان علبة من هاي صلصة البندورة اللي المغلية المعصورة والمغلية على النار كمان وقتها ضغطتها بعلب، فرح استعمل كيس بندورة مفروم عادي مع هاي الصلصة. ورح سوي رز بشعيرية. هلأ هون حطيت البصليلة حتى دبلت، نزلت عليها اللحمة وعم قلل الشعيرية بنفس الوقت للرز. هلأ بعد ما تحمصت عندي الشعيرية أنا مجهز الرز، نقعته وغسلته، وبتعرفوا الرز يعني أسهل منه ما في، بالأخص رز بشعيرية على السريع بينعمل معنا. المرة رح ساويها برز قصير، أنا بالعادة دائما بطبخ بالرز الطويل لأنه جوزي بحب الرز الطويل وأنا بحب الرز القصير، فمع الشعيرية صاير هيك عم يأكل يعني وعم يتقبل عادي، ما عم بدقق كتير مع أنه مع الشعيرية يعني ما كتير بيأثر. هلا بحط له ملحه ومي مغلية وخالص الرز. ومنجي لمسقات البندورة، هون بعد ما استوت اللحمة رح نزل البندورة قلت لكم عليها. هلا انا بس مطالعتها اخر وقت يعني كنت عم فكر شو اطبخ شو اطبخ، محتارة ام خطر على بالي ساوي هاي الاكلة، فطالعتها يعني ما لحقت تحل، بس ما في مشكلة يعني شفتوا حطيتها شوي وغطيت عليها، ما في هيك 5 دقايق 10 دقايق على نار هادية طبعا، وبعدين دابت كلها يعني عن جد طلعت هاي المسقعة طلعت بتجنن كتير كتير طيبة قد ما بقلكن أكتر. ما بعرف يمكن لأنه بندورة بلدية وهيك بالفعل شغل مونة البيت غير شكل، يعني هلأ لو جبت بندورة يعني ما في تلاقي لا طعمة ولا ريحة ولا لون ولا شي غير هاي، يعني شوفوا اللون الحمار يعني فقعت لون حمار غير شكل. هون حطيت معلقة ماجي بودرة ومعلقة بهار، السبع بهارات هو اللي بيجيب الطعمة كلها، يعني هي ما بدها كتير بهارات، حتى ما جي في عالم ما بيحطوا لها. هلأ كمان رح ضف لها معلقة دبس بندورة، هي شغل ايد كمان مو تبعات الكنسروة، يعني عن جد طلعت كتير طيبة لأنه بتحسوا نكهة البندورة فيها صارت غير شكل. هلأ نحن مسميها مسقعات البندورة، ممكن انتو بغير محافظات يعني ما بتسموها هيك او ما بتعملوها بالأساس، يعني كل بلد كل محافظة لها أكلاتها وطبخاتها وتسمياتها. هلأ هيك تقريبا، هلأ الرز طفيت تحته صار جاهز، والمسقعة كمان تركتها على نار هادية مع غطا لحتى تغلي على مهلة، وهون استوت. شوفوا كيف فقع اللون الحمار، كيف تجانست وتسبكت، والريحة بتجنن. أنا كتير كتير بحب هالأكلة كتير، بالأخص مع الرز بشعيرية مع قرن فليفلة خضرة، ويا سلام يعني كتير طيبة وسهلة. يا عيني على البندورة الشقف، يعني عن جد عجبتني هاي الطريقة، إنه وقت اللي هيك فرستون ما بعرف شلون رح يطلعوا. انا فرمتها عادي هيك مكعبات بندورة وحطيت لها ملح خشن، قلبتها ووزعتها على اكياس وشلتها، بالفعل كأنه هلأ فرمتها. يعني هاي الطبخة ما بتصير انه بس صلصة مطحونة، بدها شقف بندورة مكعبات يعني مفرومة. يا سلام كتير كتير طيبة هالأكلة، اذا ما بتعرفوها جربوها كتير رح تحبوها. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، وكالعادة أعدلكم الديفاجة نفسها اللي منقولها بآخر كل فيديو، بس هي والله بس للتذكير، يعني ممكن الواحد يشوف ويسكر وكل شيء وينسى، مثلا يحط لايك ينسى يشترك إذا عجبه المحتوى عجبكم القناة. بتمنى تشتركوا بقناتي وتدعموني بزر اللايك، وانطروني في فيديو جديد وروتين جديد. سلام.